السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لتتبع قضيه سامي بناني مجددا. اليوم كنتواجدوا في محكمه الاستئناف بالدار البيضاء، حضرنا الجلسه ديال سامي بناني كالمعتاد، وكنا حاضرين جميع الاطراف الا السيده حياه العالمي التي لازالت تتواجد بالديار الكنديه موفقه ان شاء الله، وكنوجه لها التحيه من هذا المنبر. فهي خلات السيده الاستاذه خيار زينب وخلت لي انا باش نحضروا الجلسه ونتحملوا المتاعب كامل. وفعلا غير دخلوا الجلسه الاساتذه المحترمون داروا واحد الدفوع وهضروا علينا وهضروا على الشبيه وجبدوا هذاك الشيء اللي داز المره الاخرى، وهضروا على الاستشاره المستشاره، بقات يقولوا المستشاره، وقالوا بلي ان السيده حياه العالمي اقرت بان هذاك الولد راه هو ولدها، ورا انه عطاته باش يكمي وعطاته باش يشري. وانا كنقول ليه من هذا المنبر كون لقاته هو كون راه جابته معاه للمحكمه اليوم باش انت تخرج المحامين تخرج المتهم من ديالك. فهذيك مساله ديال الشبيه هذاك الله يوفقه لقى داوي ديالو، لقاوه الناس والديه لقاهم، فكانت مجرد شبيه. وهذيك الشيء حنا يسحب لهم ما درناش الاجراءات القانونيه، لكن حنا دائما كنديروا الاجراءات القانونيه. وكتراسلنا السيد وكيل الملك ديال تماره وعنده الكتاب وعنده الجواب وعنده كل شيء، وكانت السلطات حاضره كل شيء كان حاضر. فهذيك غير واحد المساله دخلها هو في الهضره، دخلها واحد الاساتذه المحامون في الهضره باش تسجل، ولكن حنا مصالحنا لان تسجلت هذه الاقوال تسجلوا في المحكمه المقرره عن طريق كتابه الضبط، وهذه اللي حنا كنا باغيين لان المحضر هو الاساس. فكمل الهجوم ديالو علينا وقال لك بلي انه شكا بسيده حياه العالمي وشكا بالاخصائيين اللي تيعاونوها وواحد اخرين، يعني ما حددش شكايه ضد من. حنايا كنتسناو تجينا اي شكايه وموجودين، لانه ملي كتشكي بشي حد على ود الناس دفع واحد الدفوع وقالها فحنايا موجودين. الا كانت المؤسسات اللي تيقولوهم حنايا طعنا في المؤسسات وهضرنا في المؤسسات وهي عندها واحد السلطه وداك الشيء، المؤسسات راه عندها الدفاع ديالها وعندها المحامون ديالها، يمكن لهم يتابعوا ويقولنا لا علاش طعنتي وعلاش جرحتي مثلا في واحد المحضر الشرطه، علاش قلتي كذا، في حين ان القانون والحق هو اللي تعطينا اننا نجرحوا في اي حاجه ما عجبتناش واي حاجه اللي ما كتمشيش مع التوجه ديالنا. حنايا هما الضابطه القضائيه قالت خلصت الابحاث الى انه توفي، حنا قلنا لها جيبيه. واش كاين واحد حين انت ضابطه شرطه قضائيه قلتي لنا واحد الحاجه حنا غنقولوا لك امين؟ لا، حنا قلنا لك جيبيه لنا، راه ما هربنا حتى شي حق. مني ما جبتيهش لينا بقى عندنا اخر اجراء اللي كان هي ان انه هذا الولد القاصر تامي بناني تهز واحد السياره واغبر من موراها، تسدت السياره وتحركت من موراها ما عاود ترجع، هما رجعوا لديورهم هو ما رجعش. فالطلب ديالنا اللي كان هو انه ديتي والولد رجعوه، ما فيها حتى شي عيب، ماشي حنا حيت ديتي وغنقولوا مباشره انه مات. هذيك التوجه ديالكم نتوما والخيال ديالكم نتوما، ومره قلتيو مات، مره قلتيو مقتول، مره قلتيو المخدرات، مره في الاخر ولاو في التوجه معانا، ولاو تيقولوا بما انه حي راه كان خاص السيده حياه العالمي تهضر وتكون هنايا حاضره وتجي، ف غتكون محتجزه غتكون كذا، اذا حنايا غنتابعوها، اذا حنايا غنديروا ضدها واحد الشكايه. حنا ديروا 100 شكايه، حنا مرحبا مستعدين، هذيك هي المحاكم هو العشق ديالنا، حنا ساكنين في المحكمه، فحنا بالتالي قادرين اننا نواجهوهم. وان اي واحد قال شي حاجه الا تبدل، هما اللي تبدلت الهضره ديالهم، هما اللي ما بقاش راه هو مات او لا مقتول او لا اوفر دوز او لا اغتصاب، ولاو تيقولوا معانا راه يمكن مازال حي، يمكن فاقد الذاكره، يمكن غيرجع، يمكن هذا الشيء. حنا ما كيهمناش هما الراي ديالهم، كيهمنا الطلب ديالنا ديال التكييف اللي طلبنا للمحكمه المقرره، وقلنا لها بما انه ما قدرش يجيبوا شي دليل ولا شي اثبات ولا شي جثه ولا شي ملابس ولا شي حاجه، فحنايا كنطالبوا بالارجاع ديالو الى حضن الوالده ديالو. مشيتي وديتي وحي، خاصكم ترجعوا حي.